أهلا بكم في النشرة الجوية. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، كما تظهر الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. أما عن سيناء فالطقس معتدل شمالا حار جنوبا نهارا، معتدل الحرارة، رطب ليلا والرياح معتدلة، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر واتجاه رياح شمالية غربية. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى عدم أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس، ونبدأ من القاهرة: الثلاثاء 2029، الأربعاء 2029، الخميس 2030، شرم الشيخ الثلاثاء 26-34، الأربعاء 25-32، الخميس 25-32، وأخيرا مع الأقصر الثلاثاء 22-34، الأربعاء 22-34، الخميس 22-35. والآن مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 2029، الإسكندرية 21-27، دمياط 22-26، بورسعيد 23-27، العريش 21-28، رفح 21-28، الإسماعيلية 2029، السويس 21-30،